طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في محطة رئيسية من محطات بيع الخراف. الآن نحن بالسوق المركزي الخرطوم بحري. حنقيف وحنستطلع آراء تجار الأضاحي والحاجات دي علشان الناس تطمئن أكثر وتعرف الأسعار عاملة كيف والتفاوت عامل كيف. حنستطلع الناس الشغالين في المجال ده ويرونا الحصل شنو. السلام عليكم. يا خال كيف أخبارك؟ مرحبا. الله إن شاء الله طيب يا أخي. الله يسلمك. تمام التمام. الحمد لله. الله يبارك فيك. ما عاد صحيت السوداني. مرحب حبابك. طمنونا الحاصل شنو الخراف؟ الخراف أسعارها كيف؟ الخراف دي طبعا الخراف دي أوضاع. الخروف في خروف ب 40 ألف، في خروف ب 120، وفي خروف ب 150، وفي خروف ب 70 ألف. الخروف ده على حسب الوضع اللي أنت دايره. في ب 60، في واحد ب 35، في ب 150، في ب 120، في ب 200، على حسب الأحجام اللي أنت دايرها. طيب أنت شايف إنه من اللي زادت أكثر ولا نقصت شوية؟ والله في زيادة. زيادة ليه؟ عشان في العلايق زادت، المواصلات زادت. لا تمام شكرا لك. الله يبارك فيك. طيب يا خال ارا تورينا كده الاسعار دي والقطان زي ده ب 90 الجنب ده ب 100 اجا ده ب 55. طيب 200 اللي بيخافوا منه وين؟ ابو 200 هنا ما عندنا، لكن عندنا ابو 120 و130. هات جنبك الكبير ده ما شاء الله. ده بكام ده؟ ده ب 120. ده 120؟ اه تعجي وين في خروف ده رديك مثلا زي ده زي ده ب 120 125 زي ده ب 70 75 ده ب 40 ده ب 40 اي شايف ده ب 65 ما شاء الله كثير يا الناس دي بتخاف ليه؟ الضحيه دي بتجي من السنه يوم سنه كامله بتجيك يوم واحد يعني مهما يكلف ال 150 و120 و130 والله 80 ما بتكلف حاجه يعني دي بتجيك في السنه مره المواطن يخاف منها ليه؟ هسه دي بكم؟ ما في حاجه بتخوف. دي ما 40 50 60 بعدين ده فيده للمواطن للزول ذاته المضحي. السلام عليكم. عدنا إليكم مجددا. لا زالت جولتنا مستمرة حول التعرف على أسعار الأضاحي. الفترة الفاتت المحطة اللي قبلها كنا في السوق المركزي الخرطوم بحري. الآن إحنا جينا للسوق المركزي الخرطوم شارع الهوى. في كمية كبيرة جدا من الخراف يمكن يكون محطة رئيسية لبيع الخراف. حنخش ونستطلع على التفاصيل الدقيقة بتاعت الأسعار وهل هي قابلة للزيادة أو ما قابلة. خليكم معنا نعرف الحاصل شنو. عليكم السلام ورحمة. كيف الحال؟ تمام؟ تمام والله. يا أخي أسعاركم كيف؟ طمنا على الأسعار هنا أنتوا في شارع الهواء في السوق المركزي. والله أسعارنا منافسة، ما تنافس والله، وأسعار بعدين البهايم دائما ما تخافوا منها ساي، ما تخافوا من الضحية،
بعدين والله يا جماعة أي زول شايل كميته 40 50 60 70 80 120 حسب استطاعتك أنت، الخروف بتلقاه حسب استطاعتك أنت جايبها، الخروف بتلقاه ما في يقول لكم ده الخروف ده غالي والخروف حصل 150 و180 وكلام السوشيال ميديا وكده، لكن الخروف أصلا ب 80 الكبير والوسط ب 60 ب 50 بتلقى ب 40 بتلقى. هاي لا لا الحمد لله بضحي باذن الله ان شاء الله. الله يديك العافيه يا استاذ، يديك العافيه. انا نحن مع واحد من الباعه هنجيبه نتاكد اكثر انه عارف الاسعار كيف وهو بيبيع كيف والحاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخوي طمنا اسعاركم كيف؟ والله الاسعار بتختلف، يعني الوسط ب 70 75 والاعلى ب 120 130 هكذا، والعيد لسه يعني الاغنام والناس الساعي لما يجوا السوق برضه السوق اللي هو الاسعار براهن يعني ما مشترين لسه عايل، وزول جايب ساعة من الخلا بيبيع بيسر بيبيع ب 70 ب 60 ب 80 بيبيع. اما الاعلاف هي غاليه الاعلاف. الاسعار دي ممكن تزيد ثاني لقدام؟ والله ما معروف يعني الغله دي بتحكم على السوق. السوق كان وارد فيها كثير ما بزيد. الوارد. يعني تحس انت بتلقى سعر خروف ب 140 150 ليه يعني ليه غالي كده؟ ها؟ ليه السبب شنو؟ الاسباب هي الترحيل والاعلاف. انا من جيب بعد معي 10 يوم 15 يوم 20 يوم في السوق هنا. كويس معاك العلب بقى حياه غالي وتعالى والترحيل دي في السوق، لكن الزول السعبي يوم التاسع يوم السابوعة خساره ما عندي بيبيع بيصير بيبيع. نعم بس هنا اغلى خروف عندك بكم ارخص؟ ارخص خروف يعني 120 130 ب 100 فيه ب 70 فيه يعني تطمن يعني ما تقول لي يعني غلا غلا زي يعني 40 واحد ما بيلقى؟ لا 40 ده حي صغير يعني مره ما يضحك 40 ده ما يضحك صغير. خلاص جزاك الله خير، شكرا لك. تسلم الله، بارك الله.